مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وإحنا حاليا دلوقتي بنعيش انتعاش اقتصادي ملحوظ جدا على مستوى أمريكا، يعني ما شفناش يمكن من سنين طويلة وواضح. وهذا الانتعاش أيضا انعكس على العقارات، شراء وبيع العقارات سواء للسكن أو للاستثمار أو لغيره. فهل إحنا في نهاية السايكل ولا لسه قدامنا كتير، ولا ايه اللي بيحصل؟ والقوانين بتتغير، والبنوك شوية بتبقى يمكن اكتر بتعلموا من الفترة اللي فاتت اللي كان فيها الكساد الاقتصادي اللي حصل، او يعني الوقعة الاقتصادية اللي كانت موجودة من 5 سنين. فالبنوك اصبحت لابد ان انت تلتزم بأشياء كثيرة ما كانتش موجودة قبل كده. ده اللي احنا هنعرفه النهاردة في لقائنا مع خبير العقارات والقروض الأستاذ أحمد شعيب. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ محمد. احنا يعني تفتكر احنا في نهاية السايكل ولا لسه هتكمل؟ والله على حسب المنطقة والولاية والسيريز، لكن العقارات الفيلد بتاع العقارات عموما ايوه ما بيفضلش يطلع على طول، ما بيفضلش ينزل على طول، يعني ليه نقطة معينة بيقف فيها على حسب الفاليو. يعني كويس. مثال، مثلا لو البيت اللي هو مثلا غرفتين وليفنج روم وكده، لو كان مثلا ب100 ألف ودلوقتي بقى ب150 ألف، بس مش هيوصل لمليون. فهي في على حسب في ليميتيشن يعني. زي ما حصل في بداية الـ2000، فضل يطلع في لحد 2005 لما طلع لدرجة بقت صعبة يعني شوية، صعبة شوية. بعد كده هبط هبط يعني بس جامد. ما هبطش زي قبل كده يعني، يعني هبط بس هبط عن المستوى بتاع هو هبط لأن كان في الوقت ده كان في بروجرامز كتيرة، وكان في الشراء يعني، كانت سهل عملية كانت الشراء. العملية ما كانتش منظمة طيب احنا شوية. الوقت اللي احنا فيه دلوقتي 2018 يعتبر سوق او ماركت زي ما بيقولوا للبائع ولا للمشتري ولا لا للاثنين؟ لا، دلوقتي بيقولوا عليه سيلر ماركت، يعني للبايع. ليه؟ يعني البايع هو اللي بيحط شروطه ايوه اكتر من اللي بيشتري. اللي بيشتري المعروض دلوقتي اقل بكتير من الطلب، كويس. فده بيرفع سعر البيوت لاسعار يعني خيالية. بس لو واحد بيشتري بيبيع بيت بيبيعه غالي بيشتري غالي، فمش بتفرق كتير. لكن لو واحد ما عندوش اصلا خالص وبيشتري، فده هل يأجل شراء البيت ولا يشتري لانه ممكن يطلع اكتر من كده؟ ده طبعا يعني سؤال كويس جدا. على حسب اللي بيبيع بيبقى عنده خطة، هو بيبيع ليه وعايز يشتري فين. في أماكن كتير في أمريكا، مناطق كويسة وجميلة وكل حاجة، بس الأسعار أقل بكتير. يعني في ده بالنسبة للبائع، انا للبائع بتكلم للشاري. لا، الشاري لازم يشتري في الوقت ده. لو هو يقدر يشتري وظروفه تسمح ان هو يشتري، اللي حصل في 2008 خلاص مش هيحصل تاني. ليه؟ لان الدولة اتعلمت والقوانين اتغيرت طب ليه فرصة دلوقتي ان واحد يشتري رغم الاسعار عالية؟ لان لسه الريت قليل ولسه في بروجرامز بمقدم قليل. يعني في برامج ان انت ممكن تشتري مقدمات قليلة. وبس النصيحة اللي انا بديها للناس اللي هي بتفكر تشتري، الشروط دلوقتي بتاعت اللي عايز يشتري اتغيرت زي زمان. الاول كان الاول يعني بعد 2008 كنا بنسميه باير ماركت، يعني ايه؟ البيوت معروضة كتير، الفوركلوجرز كان كتير، الشورت سيل كان كتير. كل الحاجات دي كانت بتسهل للي بيشتري. الريت كان قليل جدا، وصل لحد 3% واقل من 3% 30 صحيح سنه، صحيح. فكانت الفرص رهيبه. السنتين اللي فاتوا بدا الماركت يطلع،
والناس مش واخدة بالها، لأن دايما بيفتكروا إن الـ 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 الأسعار هتنزل زيادة والريت هينزل زيادة، وفضلوا ينتظروا لحد ما الفوركلوجرز والشورت سيل خلص من الماركت. فلأن كل البنود الصغيرة هي اللي كانت عندها الفوركلوجر والشورت سيل. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، الماركت أنا بحس إن هو في أمريكا هنا بيأثر على العالم كله، لأنه لو بصينا على الريل استيت على مستوى العالم كله او العقارات على مستوى العالم كله هتلاقيها كلها ما زالت برضو في نفس الاتجاه اللي هو الصعود. لا، امريكا بتعتبر الدولة الاولى في العالم ان هي تقدر تجذب المستثمرين، لان ما فيش ريت 3% و 3.5% في العالم. فاحنا اقل ريت موجود في العالم في نفس الوقت. لو انت عندك الفلوس وحبيت تحطها في السيفنج او توفر مفيش نص في المية. وبعدين القوانين الأمريكية بتريح المستثمر أكتر من أي دولة تانية. نص في المية الفايدة على الفلوس، فأنا أفضل إن أنا أشتري بيت والفلوس ما احتفظش بيها مش عم بيها حاجة. بالظبط. طيب ده بالنسبة للشراء والبيع وكده. ندخل على الموضوع اللي هو تخصصك واللي هو حضرتك خبير فيه، وهو القروض، قروض المنازل أو قروض البيزنس أو قروض الاستثمار في انواع مختلفه. حاليا دلوقتي مع صدور قوانين الضرائب الجديده، هل ده له تاثير سواء ايجابي او سلبي على ان انا اخد مورجج او اخد قرض اشتري بيه بيت، اشتري بيت اسكن فيه او اشتري بيت استثمره او اخد قرض من البنك؟ القروض العقاريه لو البيت هتعيش فيه اسهل بكتير من لما بتشتريه كمستثمر. والقروض العقارية كتير، يعني لحد من 1 2 3 4 فاميلي، يعني 1 فاميلي 2 فاميلي 3 فاميلي 4 فاميلي، دول بيعتبروا ريزيدنشال، مكان للمعيشة. يعني انت بتشتري بيت هتعيش في 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 يونت واحده، في شقه. أيوة. مثلا لو البيت اربع شقق مثلا هتعيش في شقه وهتأجر ثلاثه. ده يعني لو انت اول مره تشتري بيبقى ليك فرص سهله كتير من ناحيه الريت، من ناحيه حاجات كتير يعني. لكن لو انت هتاخده كمستثمر بيبقى الداون بيمنت اكتر، اللي هي المقدم اكتر، الريت بيبقى اعلى، بيبقى فيه يعني متشدد شويه. بس ارجع لكلمه لحضرتك قلتها على موضوع البنوك متشددة. بنسمع كتير الناس بتقولك ايه، ما تروحش البنك الفلاني لان البنك ده صعب وما والبنك ده اسهل، والبنك ده أسهل والبنك ده. أيوة. المعلومة اللي الناس ما تعرفهاش ان كل البنوك اللي هي الكبيرة دي، مش عايز سيتي بانك، سيتي بانك وولز فارجو وتشيس، كل الاماكن دول. أيوة. في حاجة اسمها لون سيكيور باي ذا جوفرمنت، اسمها كونفنشنال او هاي بالانس، اللي هم ليهم ليميت معين للبرايمري ريزيدنت او الانفستمنتس اب تو فور فاميلي، لحد الايه الاربع يعتبر يومنت. ده جايد لاين واحد موجود عند البنوك كلها. كويس. يعني البنك ايه الجايد لاين بتاعه زي بي زي سي زي دي، فاللي هيطلب منه في البنك ده هو نفس الدوكيمنت اللي هتطلب منه في البنك التاني. لو عدى بقى الاربعه يونتس بقى بيجي بقى كوميرشال، تجاري بقى، تجاري ده بقى دخل في حته تانية خالص. كويس، واخد بال حضرتك؟ فمعنى كده ان طيب ده بالنسبه للقرض. انا دلوقتي الصعوبه ان انا اخد قرض، يعني حاليا دلوقتي قبل ما ندخل على الصعوبه او السهوله، قوانين الضرائب الجديده اللي صدرت واللي احنا يمكن ثالث مره نتكلم عليها في البرنامج السنه دي لاهميتها، والاسئله كثيره من الساده المشاهدين عايزين يعرفوا عن هل لها تأثير على القروض البنكية؟ لا، العقارات ملهاش، لأن البنك بيقرض على حسب أنت هتقدر تدفع البيمنت الشهرية بتاعتك كل شهر. أيوة. زائد الضرائب بتاعت البيت زائد التأمين. بيشوف انت بتعمل كام، الكريدت بتاعك، السكور بتاعك موافق للشروط البنكية، الديون اللي عليك في الكريدت غير اللون او القرض اللي انت هتاخده. صحيح. فبيجمعوا كل الحاجات دي كلها ويشوفك اذا كنت كواليفايد، يعني الشروط
متوفره فيك كباير، مفيش مشكله، دي ملهاش دعوه بقانون الضرائب. قانون الضرائب ده بقى بعد ما بتبقى عندك انت البيت، دي حاجه تانية خالص. كويس، ما احنا هنتكلم فيها برضه دي. هنتكلم فيها مع يمكن ضيفنا القادم هيكون وهو خبير في الضرائب ايضا. ولكن هل انا دلوقتي احنا في موسم اللي هو الفايلنج، او اللي هو زي ما بنقول عندنا احنا اقرار الذمه الماليه، يعني اللي هو موفينج، اللي بدا يوم 29 يناير لحد نص ابريل. فهل انا دلوقتي لو انا بخطط ان انا اشتري بيت استثمر، او بيت لاول مره، او بيت اسكن فيه في 2018، هل في شيء معين لازم اخد بالي منه وانا بعمل فايلنج للضرايب؟ طبعا، وده برضو احيي حضرتك على السؤال ده لان ده مهم جدا. احنا عندنا مثلا نقدر نقول 90% من الجالية او يمكن اكتر، يعني لما بيروح يفايل الضرايب بتاعته، لما بيروح يعمل اللي هو الضرايب بياخد الاوراق بتاعته، سواء اللي هو الدبل توز او لو هو كان كل ما يتعلق كل ما يتعلق بالاوراق دي، وبيروح للمحاسب وبيسيبهم للمحاسب، والمحاسب يقول له عد عليا بعد اسبوع او بعد كام يوم، ويعمل الارقام بتاعته. الحاجه اللي انا احب اوجه الناس ليها، ودي مهمه جدا، لان المحاسب ده بيعتبر يعني الفاينانشال ادفايزر رقم واحد لاي انسان او هاوس هولد، او يعني اللي هو العائل بتاع العيله، او سواء الزوج او الزوجه، يعني ان هو يقعد قبل ما يروح للمحاسب يكتب كل الحاجات بتاعته، لو في بلات ميديكال بيلز، لو الحاجات اللي هي دي كلها، قبل ما يروحش للمحاسب كده ويحط له الورق، لازم هو يكون عنده بلان. العيله لو ما عندهمش بيت بيروح للمحاسب، أيوة، ويقول له انا عايز اقعد معاك، ما يسمعش كلام المحاسب ويقول له عدى عليه بعد اسبوع، لازم يقعد يتكلم معاه، يقول له البلان بتاعتي ايه، ايه اللي انا الخطه بتاعتنا كعيله اللي احنا هنعملها السنه الجايه مثلا 2019، اوكي، لو احنا ناويين نشتري بيت. كويس، اوكي. في حاجات في لو هو راجل، لو العيله دول سالري امبلويد، يعني ايه سالري امبلويد؟ بيشتغلوا بياخدوا باي ستوبس كل اسبوع او اسبوعين. دول يخلي بالهم من حاجات، حاجه مهمه جدا بس في التاكسس، أيوة، اللي هي الجوب اكسبنس، دي الرقم اللي بيتحط فيها، لان بيجي لي يعني بشوف ارقام، بتلاقي واحد بيعمل 60,000 في السنه بيحط جوب اكسبنس 20,000، ده رقم مغالى فيها يعني. طبعا مغالى. فاللي هو بيبص على هيرجع له كام من التاكس ريتيرن، واخد بال حضرتك؟ لكن هو اللي مش واخد باله منها، ولا المحاسب واخد باله منها، ان ال 20,000 دول بيتسحبوا من ال 60,000 لما بيجي يقدم على المورجج. يبقى هو بيعمل 40,000، ما بيعملش 60. فيعني نقلل من الديدكشن اللي احنا بنحاول يعني بقدر الامكان، وده ليجل طبعا يعني، او يعملها ريزونبل يعني، يعني مش عشان يبقى هو يعني الاكسبنسز دي لما زودها دي ما هي ليها ليميت، هو ما يقدرش برضو يزود زي ما هو. يعني ما فيش واحد مثلا بيعمل 60,000 يقول انا عامل 50,000 اكسبنس. يعني انا عمري مثلا، انا اقول لحضرتك حاجه، انا مثلا يعني في شغلتنا دي مثلا في اكسبنسز هنا وهنا وهنا وهنا، ولو انا عايز اشتري بيت، ما الاكسبنسز دي لازم اطلعها من الضرايب برضو. ما هو لو واحد، خلينا ايه يعني برضو نكون يعني رياليستيك يعني. ايوه بالظبط. إيه لو واحد بيعمل 60,000، لو مثلا حضرتك بتعمل 60,000 مش وبتعمل 20,000، ده اكسبنس. ال 60,000 دول جروس، يعني لما تشيل برضو الفيدرال والسوشيال سيكيورتي والميديكيد، يبقى انت مصفي على 40,000. طيب ايه تاني اللي ناخد بالي منه؟ اللي ناخد باله منه تاني بقى لو انت سيلف امبلوي، لو انا عندي عندك بيزنس بقى، عندك بيزنس، واخد بال حضرتك؟ انا مثلا بيجي لي ناس بيبقى مثلا قاعد في بيت بمليون دولار وراكب يعني يعني عنده يعني ويلث يعني، وعنده ويلث وعنده حاجات زي كده. أيوة. وبيجي لي مثلا نيجاتيف الانكم بتاعه، الدخل بتاعه سالب. كويس، فده حاجات يعني غير منطقيه، فدي ممكن تاثر على انه تاثر عليه وتعمل ريد فلاج لو اتعمل عليه مراجعه من الاي ار اس. ده يعني هتبقى عنده مشكله جدا. مشكله كبيره. ايوه، فلازم يبقى الانكم بتاعه، او طبعا السيلف امبلوي ده في كذا نوع. طيب لو انا سالري وعندي بزنس مثلا اون ذا سايد، سيلف يعني يعتبر سيلف امبلوي، يعني عندي الاثنين، طريقه التعامل هنا بتكون ازاي؟
ما فيش مشكلة. انت السالري الدخل اللي هو مرتب. المعلوم اللي هو أيوة. بالدبل 2 ده بيتحط على لاين نمبر 7 في اول صفحة من التاكس ريتيرن. في بقى بعد كده في حاجة اسمها سكجول سي، في حاجة اسمها لو انت عندك كوربوريشن دي ليها دخل تاني ده سابرت. ده بس هل ده بيحسب؟ بيحسب يعني لو انت مثلا شغال مثلا في اي بي سي كومباني والدخل السنة بتاعك 80,000 وعندك بيزنس على الصيد والدخل بتاعك 20,000، لما بتيجي تقدم على مورجج انا النت طبعا ال 20,000، فانا بعتبر ان انت بتعمل 100,000 مش بتعمل بس الانكم بتاع اللي هي اي بي سي كومباني. والعكس بقى لو انت الاي بي سي كومباني بتعمل 80,000 وعندك بيزنس والبيزنس خسران 10,000 لما تيجي تقدم على مورجج يبقى انت بتعمل 70,000. مظبوط. طيب كويس. دلوقتي مثلا انا عندي مشكله ان انا تعثرت في ان انا ادفع المورجج، وكان في اوباما كان في بعض القوانين اللي هي عن طريق لما كان في وقت رئيس اوباما كانت بتساعد الهوم اونر. اسئلتك النهارده في الجون على فكره يعني يعني هل القوانين دي مستمره وهل القرار دي مستمر لسه وهل البنوك بتطبقها؟ لسه في لسه طبعا موجوده اسمها هارب بروجرام هوم ريفاينانس افوربل بروجرام، ده اسم البروجرام الهارب. لكن هنقول بقى واحد متعسر تماما بغض النظر عن يعني البلات بتاعته بقى عنده يعني بلز كتيرة بلات كتيرة وخلاص ومش قادر يدفع والدنيا متعسرة جامد معاه، اول خطوة بيعملها ان هو بيتصل بالبنك لان الهارب بروجرام اللي هو بتاع بريزيدنت اوباما مش ما بيحلش المشكلة زي زمان لان الدنيا تعثرت جامد عند ناس كتير كويس. فالمفروض بيتصل بالبنك بتاعه وبيعمل حاجه اسمها مارفيكيشن، يعني مش هنقول ريفاينانس، اعاده جدوله الحياه الماليه بتاعته. ايوه. فبيطلبوا منه بيسالوه انت عايز تقعد في البيت؟ هيقول لهم انا عايز اقعد في البيت مش عايز اخسر البيت، فهيبعتوا له باكج. اهم حاجه في الباكج دي حاجه اسمها فاينانشال هارد وود هاردشيبس شيت، كويس بيحط فيها كل الاكسبنسز بتاعته. لازم يبقى هو اوير ويبقى على علم ان الارقام بتاعته لازم تبقى برضو ريزنبل. في ناس بتفتكر ده انا لو حطيت ان انا بصرف 50,000 في الشهر ولا 20,000 في الشهر البنك هيوافق على طول. غلط، لان البنك بيقول لك ايه، طب انا هنزلك البيمنت كام، انت كده كده يعني مصاريفك الشهريه مش هتغطي عالية. فانا مش هقدر افيدك، واخد بال حضرتك؟ فلازم تحط بالظبط انت بتصرف كام. لو الكهرباء بتاعتك $50 في الشهر ما تحطش 150. يعني لازم تكتب الحاجات الصحيحه. يعني حضرتك بتقول ان احنا لازم نبد ان احنا نكون يعني بنقدم اللي موجود فعلا بالظبط كده، ولا نتغالى في اي شيء ولا يعني نزود ولا نقلل، نمشي بص صح. حضرتك المشي الصح صدقني يعني بيبقى من أسهل الخبرة كتير. بيبقى اسهل وهو اللي بيتوافق عليه كويس. يعني البنوك كويس يعني طيب. يعني على دراية كاملة باللي بيحصل يعني. ايه المفروض انا يكون مثلا اخد بالي منه علشان اخد قرض من البنك، او انا عندي بيت مثلا وعايز اخد اعمل ريفاينانس، هل ان انا اعمل ريفاينانس وانا مثلا عندي الريت دلوقتي مثلا 5%، هل يستاهل ان انا اعمل ريفاينانس انزله 4%؟ الحاجة برضو مش حكاية كده. الريفاينانس ليه كذا طريقة كويس. ازاي يعني؟ لو مثلا حضرتك بقالك بتدفع بقالك 10 سنين كويس مثلا والريت بتاعك 5%، لو انت حسبت البيمنت لو البيمنت بتاعتك $2,000 في الشهر كويس في 10 سنين يعني انت دافع $240,000 مثلا يعني كويس اوريدي في ال 10 سنين. طب هنيجي بقى البيمنت الجديده هتبقى على 30 سنه تاني عشان توفر مثلا $500 في الشهر. فانت بتبتدي من اول وجديد، يبقى انت في 240,000 او 200 بلس دول اوريدي راحوا بلا راجعة. وبتبتدي من اول وجديد عشان توفر $500 واخد بالك. فانت لو عملت ال $500 دول لو ضربتهم أيوه. في ال 30 سنة اللي جايين
واخد بال حضرتك؟ حضرتك بتتكلم على 170 180 الف، فانت خسران، فانت لازم احسبها يعني. فما تحسب بالظبط، يا اما لا اما بقى انت بقالك 30 سنه، بقالك 10 سنين بتدفع، طيب. ناقص لك 20 تعمل ريفاينانس على 20 سنه او 15. طيب طبعا قوانين البنوك والقروض والعقارات والضرائب بتتغير من وقت للتاني، فطبعا ده هيكون لنا متابعات عليها. ولكن يعني موضوع تاني خالص، انا عارف ان انت حضرتك تعمل برنامج في قناة يعني سيستر تشانل زي ما بيقولوا ضمن الباقة عندنا، كلمني شوية عن البرنامج او اللي انت يعني. ده مهم جدا ان احنا دايما نبقى على تواصل مع الجالية العربية في برامج تهمهم الناحية الاقتصادية وشراء البيوت والقروض والريفاينانس واللون والبزنس لون والبيرسونال لونز والحاجات دي كلها، مهم ان احنا دايما نبقى على وعي بيها. فالبرنامج اللي حضرتك بتعمله والله او هيبتدي امتى مثلا؟ على والله يعني ان شاء الله باذن الله، يعني لسه بس ناقص يعني شويه حاجات بسيطه كده عشان البرنامج يطلع ويليق بالصوره اللي المفروض البرنامج اللي هو نظهر بيها. البرنامج ده من اهم البرامج اللي ممكن اي انسان اقتصاديا يعني, يعني. مش احنا البرنامج بتاعنا مهم برضو هنا. لا انا بتكلم على اساس ان برنامج حضرتك يعني ايه بيبقى يعني ميكس يعني حضرتك برنامج متخصص يعني برنامج انا متخصص اقتصادي متخصص. اسم البرنامج اسم البرنامج ماني توكس. ماني توكس بنتكلم على ان احنا نعلم الجاليه ونلفت نظرهم لحاجات كتير هم مش واخدين بالهم منها. ايوه البرنامج ده هتكلم في كل حاجه بما يخص الفلوس، وهيكون عندنا الاقتصاد والفلوس لدرجه ان حتى لو عايز يشتري عربيه يشتريها امتى ويشتريها ازاي، ويبقى في ناس متخصصه وناس متخصصه في كل مجال. أيوة. بنتكلم فيه، بنتكلم مثلا هنتكلم في الكريدت من A to Z، ازاي تبتدي كريدت وتبنيه وتحافظ عليه ازاي. لان زي ما حضرتك عارف الكريدت ده هو العمود الفقري، الحاجات اللي بتهم الجاليه بتاع جاليتنا العربيه بالزبط. الكريدت، البورصه، كل حاجه، شراء البيزنس، بيع البيزنس، شراء عقارات، كل ما يخص حتى مش كده وبس، حتى يعني بالنسبه للي هم اولادنا اللي هم في التين ايجر يعني هيكون ليهم نصيب طبعا مش حكايه كده، ان احنا نقدر نعلمهم في السن ده ازاي يديروا الامور الماليه بتاعتهم. صحيح. يبقى في برامج للتين ايجر. طبعا احنا يعني في بلد، احنا بلد راس ماليه امريكا فالاقتصاد داخل في كل حاجه، في الزواج والطلاق الاقتصاد داخل كل حاجه هنتكلم في برضو الزواج والطلاق، الامور الماليه في الزواج والطلاق، في نوع من انواع السكيدجولز والجدول كل ما يخطر على بال الفلوس بما تعنيه كل الكلام. وهي برضو يعني لان في حاجات كتير الجاليه education education الجاليه، وهيكون في معانا نخبه متخصصين من على اعلى مستوى وهيفيدونا اكتر ويقدروا برضو يعلموا الجاليه ازاي يبتدوا وازاي يعني يتعاملوا بالماليات ازاي. انا بشكر حضرتك، وكلمه اخيره في دقيقه كده للساده المشاهدين اللي بيحاول دلوقتي ان هو يشتري بيت او بيبيع او يعمل ريفاينانس، بتنصحه تقول له ايه في دقيقه؟ والله يعني انا بنصح للساده المشاهدين ان الوقت ده اذا كنت هتشتري ده يعني احسن وقت، ولازم يكون شروطك للشراء تكون متهاونه شويه. ده احسن انفستمنت ان ممكن تعمله في حياتك وامن انفستمنت. بالنسبه للناس اللي هي عايزه تعمل ريفاينانس لازم تدرس انت دفعت كام قبل كده وهتبتدي الترم بتاعك الجديد ازاي. لو انت مش انت ادرى بظروفك غير اي حد تاني، ما تدخلش نفسك في وتزنق نفسك عشان تعمل ريفاينانس انك تقلل الترم وتعلي البيمنت بتاعتك. لازم تدرسها كويس وما تخسرش الترم اللي انت اوريدي دفعت قبل كده يعني من اول ما اشتريت البيت. انا بشكر حضرتك وان شاء الله نشوفك قريبا،
وهنتابع البرنامج ماني توكس. شكرا استاذ محمد، احمد شعيب خبير القروض والقروض العقاريه. فاصل ونعود مع خبير الاقتصادي ايضا وخبير الضرائب لاكثر من 35 عاما، يكون معنا الاستاذ جوزيف بوترس. ابقوا معنا.